بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه صدق الله العظيم.